أما هذه الليلة فإننا نذكر إخواننا بنعمة الله علينا أن أدركنا هذا الشهر، ونسأله أن يتممه علينا بالعمل الصالح والقبول. كم من إنسان يتمنى أن يدرك هذا الشهر ولم يدرك، وكم من إنسان كان معنا في مثل هذه الليلة في العام الماضي وأصبح الآن رهين عمله في قبره. ونحن أبقانا الله سبحانه وتعالى بعد إخوان لنا رحلوا عنا إلى دار الجزاء، فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن لا يفتننا بعدهم. أيها الإخوة، إن الإنسان العاقل الحازم هو الذي ينتهب الأيام انتهابا ويغتنم فرصها اغتناما، لأن الزمن لا يرحم، الزمن يمشي لا يتوقف لعذر معتذر، ولا يتوقف لنوم نائم، ولا لمرض مريض، إنه زمن يمشي في كل ساعة وفي كل لحظة. إنه إذا طال بك البقاء في هذه الدنيا فإنه يقصر بك البقاء في المستقبل. كل لحظة تمضيها فإنها تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة. وإن طول العمر لا يفرح به إلا إذا أمضاه الإنسان في طاعة ربه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. إن كل ميت يموت يندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعجب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل رب ارجعون لعلي أبني القصور وأتزوج النساء وأكتسب المال وأركب السيارات الفخمة، لكنه قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المال الذي تركته ارجعون لعلي أعمل فيه صالحا يقربني إلى الله. وهذا العمر الذي أبقى إن رجعت إلى الدنيا ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله عز وجل كلا لا رجوع، كلا إنها كلمة هو قائلها، حقا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وماذا بعد البعث؟ بعد البعث يوم مشهود تشهده الخلائق كلها، حتى الحشرات وحتى البهائم، وإذا الوحوش حشرت يشهده كل أحد، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يشهد عليك الخلائق بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا والله يا إخواني هو حق اليقين، فهل نحن عملنا له؟ أكثرنا والله في غفلة، وأكثر أوقاتنا في غفلة، حتى اليقظ منا لا تبقى يقظته دائما، تستولي عليه الغفلة دائما. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا ممن يغتنمون فرص الأعمار والأوقات حتى نعمرها بطاعة الله عز وجل. في هذا الشهر المبارك أعمال صالحة، صيام مفروض، صيام هو أحد أركان الإسلام وما بنيه العظام، وفيه قيام في لياليه سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله. أما سنه إياه بقوله فلأنه حث عليه، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال، ولكنه تأخر
وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني فتعجزوا عنها. فلا ينبغي أن نهمل صيامنا ولا أن نتكاسل عن قيامنا، بل الحازم هو الذي يصبر، يصبر على طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث تسمية هذا الشهر بشهر الصبر، لأن هذا الشهر فيه صبر، صبر على الصيام، صبر على القيام، صبر على ما يحصل من ألم الجوع والعطش، لا سيما في أيام الحر الطويلة، فهو شهر الصبر. في هذا الشهر يشرع الجود والكرم والإحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. جد بمالك صدقة أو زكاة، جد ببدنك، أعن إخوانك، جد بجاهك، اشفع لمن يستحق الشفاعة، جد حتى بطلاقة وجهك، جد بما تستطيع، فإن الله جواد يحب الجود، والله عز وجل يعامل عبده بما يعامل به إخوانه، فإن الله عفو يحب العفو، وهو سبحانه وتعالى في حاجة عبده ما كان الإنسان في حاجة أخيه، في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. إن هذا الشهر ينبغي أن يستغل بطاعة الله المتنوعة، ولا سيما قراءة القرآن فإن لها مزية في هذا الشهر. ولهذا كان السلف الصالح من العلماء والفقهاء والمحدثين إذا دخل شهر رمضان أمسكوا واتجهوا للقرآن، اتجهوا للقرآن العظيم، يتلونه حق تلاوته، يتلونه لفظا ويتدبرونه معنا ويطبقونه عملا. نسأل الله تعالى أن يحقنا وإياكم بالصالحين.